اقسم بالله بقالي 8 ساعات بحاول اجمع الطاقه ان انا اتكلم في الموضوع ده، ويعني صوتي يبقى طالع. الحمد لله، المفروض ان انا قريب في حاجه في حالتي الصحيه المفروض تتغير، والموضوع ده مش راضي يتحل لاسباب كتير. الدنيا مش ماشيه زي ما انا كنت حاسبها خالص. في الاول وفي الاخر بنقول الحمد لله، بس لفت الحلول كلها ومفيش حل تاني، يعني يعتبر مفيش حل. والله ما عارف اتكلم. الاكونت هو تقريبا الحاجه الوحيده اللي هتحل لي المشكله دي، والاكونت ده كمان مش بتاع لوحدي، يعني كان بتاع واحد صاحبي الجندي المجهول اللي هو واقف جنبي من الصفر، اسمه عمر حمزه. لينا انا وهو طبعا شراكه في حاجات كتير، كان دراع اليمين، وخلاص مش لازم نتدخل في المواضيع دي. والامر كان ان انا لازم بكره، او اللي هو بالنسبه للتصوير او الفيديو اللي هتشوفه، يعني يكون اليوم الاخير في الاكونت، لان الاكونت هيتسلم لحد، والاكونت طبعا دي حاجه نفسيه صعبه جدا بالنسبه لي. الحمد لله، يعني الحمد لله، بس ظروف مش راضيه تتحل غير بالموضوع ده، مش تتحل غير بالاكونت والمصحف الشريف دي، ولا اي دراما ولا اللي هيجي في بالك، ولا انا بتاع الكلام ده. انا اقول لكم عشان الحوار يخلص واشرح لكم الدنيا في السريع، عشان انا مش من عادتي الكلام ده، شيلوا النقطه دي من دماغك. طبعا انا مجمع اصلا طاقه ان انا اتكلم بالعافيه. الحمد لله، انا جيت النهارده اقول لكم يا جدعان الاكونت بتاعي هيمشي، واللحظه دي هفتكرها طبعا كتير قدام، لان بص من امتى بصور بيه، من ايام سيزون 5 تقريبا بصور بيه، من ساعه ما دخلت المجال ده، يعني عمره مأثر معايا في حاجه الحمد لله، وكان رافع راسي فيا جدعان هجيبكم معايا كده تشوفوا اخر لحظات في الاكونت. انا بعمل الفيديو ده ليكم وليا انا كمان برضه، عشان ايه؟ كل ما اكون قاعد حزين كده اخش انكد على نفسي اكتر، عشان اتفرج على الاكونت كده. كل الحاجات المميزة اللي كانت فيه بالنسبة لي، اللبس اللي كان مع الاتش دي ار بيعمل قلبان، كل الذكريات دي واللبس. بصوا والله العظيم انا زعلان فشخ، join me. Make this more awkward. زي ما انتوا عارفين عندي اكونت تاني، بس انتوا عارفين بقى الذكريات و حظ الاكونت معايا.
الحمد لله، وان شاء الله تبقى فترة جاية كويسة. وهوريك برضو الاكونت بتاعي التاني اللي انا هبقى عليه بقى، واسيب لكم الاي دي بتاعه. يعني اقسم بالله العظيم قعدت 8 ساعات عشان اخد القرار اني اتكلم في الحوار. يعني مش هوريكوا حاجات من الاكونت التاني، بس انا هسيب لكم شكله كده بس عشان ابقى معروف يعني في الموضوع ده. مش يا جدعان، والاي دي بتاعه سيبه في الوصف بتاع الفيديو. الاي دي بتاعه مش مواضيع دراما والكلام ده، بس تكون فهمتكم يعني. يلا الحمد لله. يعني بس الظروف الصحية بتاعتي تعدي على خير واقدر اكمل معاكم يعني. والله مضرومة، بس انا مش عارف اتكلم، مش عارف اتكلم. اشوفكم على خير يا جدعان.